احنا الفكره ابتدت معانا من اول ما دخلنا قسم هندسه السيارات والجرارات. في حد من الفريق عرض علينا الفكره ان احنا نحول عربيه بنزين لكهرباء، فاحنا طبعا كنا مضطرين ان احنا نبحث عن الفكره وازاي ننفذها. خد مننا الوقت حوالي 3 سنين لحد ما وصلنا مشروع التخرج. احنا قسمنا التاسكات علينا، كان في ناس مختصه ان هي تبحث عن الاميشن بتاعه العوادم بتاعه العربيات البنزين، وكان في جزء خاص بالحسابات اللي احنا هنستخدمها عشان نحول عربيه الكهرباء، وكان في جزء ان احنا بنشوف الناس القديمه الليتريتشر ريفيو، الناس القديمه عملت ايه في المجال ده، وبنحاول ان احنا يعني نشوف الطريقه الانسب ان احنا نحول عربيه من بنزين لكهرباء. طبعا كان في اختلافات حصلت بيننا، وكان الحل الوحيد ان احنا نقضي على هذه الخلافات ان احنا نتجه في طريق البحث العلمي. والبحث العلمي والدراسات اثبتت ان اتجاه العالم كله الايام دي متجه نحو الطاقه النظيفه والتغيرات المناخيه، فاحنا قررنا ان احنا هنشيل الماتور البنزين خالص ونتجه لتحويل السياره بالكامل لكهرباء. ان احنا نحول عربيات النقل تحديدا لعربيات كهرباء، نوجد حلول النقل داخل المناطق الصناعيه وداخل المدينه بصفه عامه، فاتجهنا ان احنا نستخدم جسم العربيه اللي كانت بتعمل ببنزين البادي بتاعها ونحولها لعربيه كهربائيه. ده بيختلف او بيفرق في ان انا ابني عربيه كهرباء من الصفر، بيوفر في التكلفه وكمان هيوفر انبعاثات وعوادم بتضر بالبيئه وبتضر بصحه الانسان. التكلفه كانت عامل مؤثر علينا، بحيث ان احنا اضطرينا الماتيريال اللي احنا كنا نشتغل بيها في الاول اضطرينا ان احنا نغير الماتيريال. ده طبعا تاثيره ان المبلغ المادي اللي كان معانا ما كانش احسن حاجه، بحيث ان احنا كلنا طلبه، بس طبعا الضغطه اللي احنا مرينا بيها ادت ان حصل بينا مشاكل وحصل بينا اختلاف وجهات النظر. بس طبعا العمل الجماعي اللي احنا قمنا بيه كلنا مع بعض، وان احنا كان عندنا هدف ان العربيه دي لازم تشتغل ولازم ان احنا ننجح في المشروع بتاعنا. كان الهدف بالنسبه لنا اللي خلانا نعدي كل التحديات اللي واجهناها والمشاكل اللي واجهتنا واختلاف الاراء، كان هو ان احنا نساعد بلدنا بالطاقه النظيفه، فده كان الدافع الرئيسي لنا ان احنا نستمر ونكمل مشروعنا عشان نطلع بمنتج نهائي نقدر نقدمه لبلدنا ونساعد بيه البلد. استفدنا من المشروع اكبر استفاده ان احنا ازاي ان احنا نقدر ان احنا نشتغل مع بعض، وازاي ان احنا نقدر نوحد وجهات نظرنا بحيث ان احنا نستفيد للمشروع، ومش كل واحد يحكم رايه وهو ده الصح، والعشره اللي بيننا وان احنا كلنا صحاب في الاول وفي الاخر قدرنا ان احنا نتغلب على المواقف دي كلها. المشروع ده ما كانش يقدر يقوم بيه واحد لوحده، كان لازم يقوم بيه فريق عمل كامل بخطوات معينه وبابحاث مختلفه بتتقسم علينا، والتنفيذ على ارض الواقع كان بيتقسم علينا كلنا.